إنهم يأتون وكأنهم على موعد، يأتون بترتيب لا عدل لنا به. السماء ستهبط علينا، سنموت جميعا. من قلوبنا إلى قلبك السمح العطوف يا الله، نشكرك على إنقاذنا من غضبك العادل. أنت الله الخالق وأيامنا بين يديك. إسماعيل ولدي، ولدي إسحاق. الصوت صوت يعقوب، أما اليدان فهما يدا عيسو. هل أنت حقا عيسو؟ أبي، أحضرت لك طعاما شهيا كما طلبت. أنت من روعك يا عيسو. لا تحاول معي يا إليعازر، حبيب أمه منتهي، سوف أقتله. كفى هذا الجنون. إلى أين تأخذونني؟ إلى مصر، ستباع بثمن جيد هناك. لقد ائتمنتك على بيتي وأتمنتك على عائلتي، وكنت أميناً ومعيناً ولم أخن الأمانة أبداً. ها أنا قد وليتك على كل أرض مصر، قم يا يوسف وتعال إلي. لقد أكلتم على مائدة سيدي ونعمتم بكرمه، ها هو الكأس. فأرجو من سيدي أن يتخذني أنا عبداً له بدلاً من الغلام، ودع الغلام يمضي مع بقية إخوته، إذ كيف يمكنني أن أرجع إلى أبي والغلام ليس معي؟ موسى موسى، سأرسلك إلى فرعون فتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. أنا إله يا موسى، لن أطلق سراحك وسراح شعبك لتذهبوا إلى أي مكان الآن، فهمت؟ يا رب، لهم يدركون أن الله القدير هو الرب. لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد زورا على أحد. سمويل، الرب معك. سيحل عليك روح الرب وتصير رجلا آخر. عندما أخذ شاول مملكة إسرائيل، حارب ضد جميع أعدائه من كل جانب. انتظر حتى يفعل كاهن الرب عمل الرب. لست ملكا. من غير الملك ينبغي أن يتوسط بين شعبه وإلههم؟ لأنك رفضت كلام الرب، رفضك الرب من أن تكون ملكا على بني يعقوب. هذا هو الذي مسح للرب واختاره الرب ليقود شعبه في الوقت الموعود. من تظن نفسك؟ انظر، انظر حولك، وانظر إلى قوة البعل وعظمته وجلاله. وبعد الريح زلزلة، ولم يكن الرب في الزلزلة. وبعد الزلزلة نار، ولم يكن الرب في النار. استجبني، استجبني يا رب. أيك ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله. كثيرون
أقدم على تدوين قصة في الأحداث التي تمت بيننا، كما سلمها إلينا أولئك الذين كانوا من البداية شهود عيان ثم صاروا خداما للكلمة. رأيت أنا أيضا بعد أن تفحصت كل شيء من أول الأمر تفحصا دقيقا أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز لتتأكد لك صحة الكلام الذي تلقيته.